من الآفات التي تعرض للقلوب المرض، مرض القلب، ليس مرضا عضويا وإنما هو مرض معنوي. وقد قال الله جل وعلا في المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. مرض الشك والشبهة وغير ذلك مما يتنافى مع الإيمان أو ينقص الإيمان. فالقلب يمرض مرض شبهة ومرض شك، فإذا عالجه صاحبه بذكر الله وبطاعة الله شفاه الله من ذلك، وإذا تركه زاد المرض فيه حتى يعمى عمى القلوب والعياذ بالله. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ثم يزداد مرضا حتى يطبع عليه، يطبع على قلبه، فلا يصل إليه نور ولا يصل إليه إيمان، فيصبح منكوسا، قلبا منكوسا والعياذ بالله. فعلى المسلم أن يتعاهد قلبه بذكر الله وبتلاوة القرآن وبالمحافظة على ما فرض الله من الصلوات الخمس، فهي أهم شيء. الصلوات الخمس هي أهم شيء بعد شهادة أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، هي الركن الثاني من أركان الإسلام. فعلى المسلم أن يعالج قلبه أكثر مما يعالجه من الأمراض العضوية، يذهب للمستشفيات وإلى أماكن الدواء يلتمس له علاجا من ما الأمراض الحسية. الأمراض المعنوية أشد، يتعاهد قلبه بذكر الله وبطاعة الله وبتلاوة القرآن وبحضور مجالس الذكر والاستماع للذكر والخير، بذلك يستنير قلبه ويصحو من المرض والشك والشبهة.